خالق السماوات والأرض سماياتنا مدرن يفتر يهونا الله سبحانه وتعالى يسون قالات ما نبب اسكي عصبو كي سارا وسط لتكتن يفلكو مين الفلك أنت لم تجنو متربشين كن وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح السلام عليكم ورحمة الله إنه كان عبدا شكورا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين أنت زيجا ديزين أيه؟ لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا رجل دم يا غراتنا ارتيتوش غدي يافلو نو انا ني منا غباني اسكي قران اللي قرابته هون اي هشي هشي بقى كرا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما أنت لم تجنو متربشين كن؟ أنا كو كالان تمهيد سلا دبرينو باكي يتبقونو طولبل انديث نمو تحصبان تقن؟ اسكي عندو تياكل تيكن؟ زاري كنقا من يأكل قرآن كالتهال؟ أرى من مالك الروم شاكو ينبر طواس باك تحصب زنان لهتام انديث؟ انديث ما هنا أنت متحصبونا متجنك لك نقر يترى لهنا نقر لو ما نمسو سلاح ساتنا ما نمسو سلاح ساتنا يعني نقر لما سمرقنو أنت بيزيو هونكو انترنت لينو بيزيو هونكو أنا كو قرآن يقرر يلو تي الله سبحانه وتعالى انقالنو أصب انجي خالق السماوات والأرض سماياتنا مدرن يفتر يهونا الله سبحانه وتعالى يسون كالات ما نبب اسكي عصبو إنا يعني ينبوك بالله بسات انت زي مثل بشي لمدنو أنت تجمر يا الله سبحانه وتعالى كالاتوش سين نببو أنت ساترج بلا نبر ما دامت إي نبر ربه انديهم مال مال يقبح تربش الله الله من اندالتا كالله وإذا قرئ القرآن قرآن بهم من نبب ساعت فاستمعوا له لسو عدام طويلة وأنصتوا زم بلو ساتبلو لعلكم ترحمون بالتمارو زندا نسأل التوتو زندا تلزي الله سبحانه وتعالى رحمتنا يا الله سبحانه وتعالى إزنة ديمة ألف كفلت قرآن سكرات ساتمات ألف بتجل أنتم كرات ما عمي بألف بها أنتم قال تالك دمو أترب شيء ميكران سو سبحان الله ميقر مهكو لقرآن من أكل كبر دم يست بالتوك نورو سبحان الله محل لي إن قال لتنجا قرار لم ما زين قرآن تشيلم قرآن يقرأ لنسو لتتوهنا للتلفون وميكابو لكن لقرآن كبر سيبال أسبون جي الله سبحانه وتعالى قالكم يا لكم داري أهون من دنيا لو برنامج دي مرة قرار لم من دنو مين مرة كاو عند فطور يهونا سو ناترا يهونا سو يسافو يهونا بس عفنو مين مرة كاو يا مسيف نو مين مرة كاو من أكل زقجو هنا عندنا برا بلا لي تتنسته تزقاشته يهلو بيزي على الرجع من دنو عند ترا سو يسافو مسافة تمرة لما يتنا لما تاري منو أسبه القرآن بكونوا إني أسألت شنونا جزي ورزم أنجيكو قرآن يا الله سبحانه وتعالى قال بمن نبب ساعة سويون قديتا يهونا تزازن قال لتهزو عندما يتكفى نبي محمد صلى الله عليه وسلم كو ينكر له كزيه بلتا مصحف بزيه بدر الله ينور إيش لا أسبه أنجي تاريا إيه يا الله سبحانه وتعالى مصحفكو بزو سوئتشن ماركو هاتشوال اندي قرمو مقدرقو هاتشوال لقرقن الله هينينا يهيزو من على أفمين هذا الحديث تعجبون بزيه مصحفنا أن أنتم تتقرمو وتضحكون ولا تبكون تسك الله تفقد قتل الله تنقذ قن أتلكسون إلى الله سبحانه وتعالى إيه قرآن لياس لكسه يميقبها قرآن نو إيه قر
ቁርአን አኺራህንም ዱንያህንም ያሳምርልህ የሚገባ የሆነ ቁርአን ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያሲን ካለ በኋላ ወልቁርአኒል ሐኪም፣ ቁርአን እኮ ፍቱን የሆነ መድኃኒት ነው ይላል። ይሄን የሚያክል መጽሐፍ ነው ንቀህ አንተ ለዛኛው ፕሮግራም የምትጨነቀው እኔንም የምታስጨንቀው። የሚገርምህ አሁን አንተ ሂደህ የምትታደምበት ፕሮግራም ምን ያክል አጅረን እንደሚያስገኘህ እንኳን አታውቀውም። በጭፍን በድንብር ነው ዝም ብለህ ሂደህ ዘው ብለህ ትገባለህ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በመላኢካዎች ያጅብህ እንኳን አያጅብህ አታውቅም። ቁርአን እየቀራህ ከሆነ ግን በአንዲት አንቀጽ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩት ሐዲስ ነው፣ በአንዲት አንቀጽ ከአስር ሐሰና በላይ ልታገኝበት ትችላለህ። አላ አድዓፍን ከቲራ፣ ከዛም በላይ እጥፍ ድርብ ሆኖ ሊመጣልህ ይችላል። እስከ 70 ሺህ ድረስ እጥፍ የሆነ ሐሰና ልታገኝ ትችላለህ። አንተ እዛ ቦታ ሂደህ ገንዘብ ብታገኝ በፍጹም ሊተካልህ የማይችል የሆነ አጅር ነው። ታዲያ 2-3 ለምሳሌ አሊፍ ላሚም እምትሏን እንኳን አንቀጽ ብታነባት በጣም ቀላል ናት፣ ለአፍ ለደቂቃም መፍጀት ላይ በጣም ቀላል ናት። ነገር ግን 30 አጅር ታገኝበታለህ። እንዲሁም ሚንዳውን ደግሞ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ የሚከፍልህ አንተ ውስጥ ላይ ባለው በቀልብህ ባለው ኢማንህ ልክ ነው፣ በንያህ ልክ ነው። ንያህ ምርጥ ከሆነ ኢማንህ ጥሩ ከሆነ በአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ላይ ያለህ የቂንነት እርግጠኝነት ጥሩ ከሆነ ደግሞ እስከ 70 ሺህ ድረስ ከዛም በላይ እጥፍ ሊሰጥህ ይችላል። አስበው አሁን ላይ እኔ እዚህ ቁጭ ብዬ ከሺዎች ያላነሱ የሆኑ ፊደላቶችን አንብቤያለሁ። ምን ያክል አጅር አላህ እንደሚሰጠኝ ደግሞ አስብ። ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ቢዝነስ ነው እኔን አሁን አቋርጠህ ሌላ ቢዝነስ ውስጥ ልትከተኝ ወይም ኪሳራ ውስጥ ልትከተኝ የፈለግከው፣ ይህንን ደግሞ ሊቀበልህ አይገባም። ሱብሓነላህ፣ ወላሂ በጣም ነው የተረዳው። እንደውም አብሬ አሁን ቁርአን መቅራት እፈልጋለሁ። የትም አልሄድም። አይ ከተረዳኸኝማ በቃ አንተም እኔም አጅሩን ተካፋይ እንድንሆን አንተ አንድ አንቀጽ እኔ አንድ አንቀጽ እንቀራለን ማለት ነው። እሺ ቀጥል። ዐሳ ረብኩም አን የርሐመኩም ወኢን ዑድቱም ዑድና ወጀዐልና ጀሀነመ ሊልካፊሪነ ሐሲራ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. ታክሳችሁ እስከ መጨረሻ ስላዳመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ፍቅራችሁን በሼርና በላይክ እንዲሁም በሰብስክራይብ ስላሳያችሁኝም ከልብ አመሰግናለሁ። አሁንም ለወዳጅ ዘመዶች ሼር ማድረግን እንዳትረሱ፣ ላይክ በማድረግም ቪዲዮችን እንድትጀምሩልኝ ጠይቃችኋለሁ። እኔም ከልብ እወዳችኋለሁ። ቻው። ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. إِنْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا.